السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري وان، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله يا أبطال ميعادنا مع الجرافينج تريجنومتريك فانكشن. طبعا ده الدرس القبل الأخير في منهج التريجنومتري. إزاي النهاردة بقى هنتعلم نعمل جراف للساين فانكشن وكمان الكوساين فانكشن؟ دول اللي عليك، عليك الساين وعليك الكوساين، وعليك برضو ازاي نجيب الدومين وازاي نجيب الرينج، بلس طبعا اهم حاجة في حلقة النهاردة ازاي نعمل جراف للتريجنومتريك فانكشنز. بص كده معايا بالراحة واحدة واحدة. لما اقول لك عايز اعمل جراف للساين فانكشن اف اوف سيتا ايكوالز ساين سيتا، طبعا عشان ترسم اي جراف لازم يكون عندك انترفال، اتفقنا؟ طيب الانترفال دي عندي انا هعتبر مثلا ان انا هعوض من 0 ل 2 باي. هفترض ان السيتا دي belongs to 0 ل 2 باي، واعمل تيبل زي اللي قدامك ده. هعوض بالسيتا مره ب 0 مره باي اوفر 6 30 وبعدين 2 باي اوفر 6 تبقى 60 وبعد كده تبقى 90 100. يعني هقول 0 وبعدين 30 وبعدين 60 و90 120 150 180 210 210 لحد ما اوصل ل 360. وطبعا كلنا معانا الكالكوليتر، اكتب ساين 0 تبقى 0، اكتب ساين 18 على 6 اللي هي ساين 30 بهاف، اكتب ساين 60 هتطلع بروت 3 اوفر 2 اللي هي 0.87. اعمل بقى ساين 90 تطلع طبعا ب 1، ساين 120 0.7 او 87 لحد ما توصل في الاخر لساين 360 ب 0. وبعدين نبدا نعمل الجراف، هيطلع المنظر اللي قدامك ده. ادي الاكس اكسس، ادي الواي اكسس. طبعا انت مش هيقولك ارسم لان انت اصلا ما عندكش سيف الامتحان، احنا بس بنتعرف على شكل الساين فانكشن. لو انا هعمل لها جراف هيبقى شكلها عامل ايه؟ ادي الجراف اللي قدامك زي ما انت شايف كده ببساطه. هقول 0 و0 يبقى انت مكانك هنا، طبعا السكيل عندك 0 هنا 30 60 90 120 150 180، تنك ماشي كده لحد ما توصل لمين؟ لحد ما توصل ل 2 باي اللي هي 360. جميل قوي. طبعا انت لو بصيت للجراف او حتى من التيبل هتلاقي ان اعلى فاليو هنا 1، اقل فاليو هنا نيجاتيف 1، يبقى هو ده الرينج بتاعك. بص كده هتلاقي اعلى فاليو للفانكشن عندك ده الماكسيمم فاليو، وعندك المينيمم فاليو امشي هنا امشي امشي مع المينيمم فاليو، بص تلاقي عند النيجاتيف 1. يبقى الماكسيمم فاليو هنا ات 1، المينيمم فاليو ات نيجاتيف 1. اوعى تنسى ان انا شغال مع الساين، تمام؟ يبقى اول حاجه دلوقتي لازم تعرفها اللي هو الرينج. يبقى الرينج بتاعك من النيجاتيف 1 ل 1، اكتب كده ساين اي رقم يخطر على ذهنك، مستحيل يبقى 1 بوينت ومستحيل يبقى نيجاتيف 1 بوينت، لازم يبقى بتوين النيجاتيف 1 و 1 اللي هي الكلوزد انترفال دي. يعني الماكسيمم فاليو للساين تبقى نيجاتيف 1، تبقى اسف تبقى 1، المينيمم فاليو نيجاتيف 1. حاجه كمان، الساين دايما بتبدا من الاوريجين وبتعمل انترسكشن مع كل 180، يعني دي 180 ودي 360 اللي بعدها هتطلع تطلع تطلع لحد ال1 وتنزل انترسكشن تبقى 540، كل مره تزود 180. يبقى الانترسكشن مع الاكس اكسس دايما كل 180 للساين يعمل انترسكشن مع الاكس. ونفس القصه برضو لو هكمل الناحيه الثانيه، يعني بص كده لما اجي اعمل لك الرسمه كامله على بعضها، ادي الرسمه قدامك اهي، كل باي هنا يعمل انترسكشن اهو مر بالاوريجين. بص بس اهم حاجه الماكسيمم 1، قلنا المينيمم نيجاتيف 1 زي ما انتم شايفين. هنا طبعا باي 2 باي 3 باي 4 باي 5 باي اند سو اون، هنا نيجاتيف باي نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 3 باي اند سو اون. يبقى كل مره بيعمل انترسكشن مع الاكس اكسس بلس باي او بلس 180. يا رب تكون الحته دي اتفهمت كويس قوي. طب انا لو عايز اجيب الدومين، الدومين من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. اشمعنى؟ لان انت ممكن تاخد اي رقم موجود على الاكس اكسس من النيجاتيف انفينيتي الانفينيتي موجود عندي في الاف اوف سيتا ايكوالز ساين سيتا، ده الدومين بتاع الساين. يبقى دومين الساين من نيجاتيف انفينيتي الانفينيتي، لكن الرينج بتاعك قلنا من نيجاتيف 1 ل 1. اهم حاجه تاخد بالك دي مهمه جدا، الماكسيمم فاليو ب 1 اهو، مهمه جدا الحته دي. ده بيحصل امتى؟ لو السيتا ب 90. بص بقى الماكسيمم فاليو ده يحصل لو السيتا ب 90، ما هو ساين 90 ب 1. لو السيتا ب 90 او المالتيبلز اللي هي بلس 360 ان، يعني كل 90 بلس 360 ان تعمل ايه؟ تديك ماكسيمم فاليو. حط الان هنا ب 1 تبقى دي 450 وهكذا. اللي بعده
هنا انا كاتبها لك على شكل باي، باي اوفر 2 بلس 2 ان باي، والان طبعا بيلونجز تو زي لان ممكن تبقى الان بوزيتيف او نيجاتيف او بزيرو. خلي بالك من الحاجات اللي بتتقال دي كويس قوي. المينيمم فاليو هنا اكيد بنيجاتيف 1. المينيمم فاليو هنا يعمل انترسكشن مع مين، او مش انترسكشن ولا حاجه، المينيمم فاليو عند مين هنا؟ عند 270 والبلس طبعا 360 ان. يبقى تقول هنا 270 بلس 360 ان اللي هي 3 باي اوفر 2 بلس 2 ان باي. مهمه جدا تبقى واخد بالك من الماكسيمم والمينيمم. خلي بالك عشان دي ساينس، سيتا كل شويه اكد على الحته دي. طيب الرينج قلنا من نيجاتيف 1 ل 1 طبعا كلوزد. الفانكشن اللي قدامك دي بتعمل انترسكشن كل 2 باي بتخلص، يعني بص 2 باي اهو احنا بنسميها ايه؟ بيريوديك. اسمها ايه؟ بيريوديك. الفانكشن اللي قدامك دي بيريوديك، البريود بتاعتك كل 2 باي يعني كل 360 تعمل راوند الواحده. بيريوديك اسمها كده بيريوديك، عشان لما اجي لك في الامتحان الفانكشن از بيريوديك امتى؟ 2 باي اللي هي 360 ديجري. يا رب تكون وضحت. طيب سؤال تاني، اتفضل اعمل لي جراف الواي ايكوالز 2 ساين ثيتا من 0 ل 2 باي. بنفس الطريقه كل مره هتعمل نفس التيبل 0 30 60 100 90 120 150 180 لحد 360. اكتب 2 ساين 0 تطلع ب 0، اكتب 2 ساين 30 ب 1، اكتب 2 ساين 60 1.7، 2 ساين 90 ب 2، 2 ساين مش عارف 120 لحد ما توصل 2 ساين 360 ب 0. لو بصيت للتيبل هتلاقي اعلى فاليو 2 ده الماكسيمم واقل فاليو نيجاتيف 2. ازاي يا مستر؟ هو مش المفروض الماكسيمم 1 والمينيمم نيجاتيف 1؟ ايوه الكلام ده لو ده ساين ثيتا، لكن لو 2 ساين ثيتا يبقى الماكسيمم 2 والمينيمم نيجاتيف 2. طب لو 3 ساين ثيتا يبقى الماكسيمم 3 والمينيمم نيجاتيف 3. حتى لو هي 3 اوفر 2 ساين ثيتا يبقى الماكسيمم 3 اوفر 2 والمينيمم نيجاتيف 3 اوفر 2. وترسمها برده بنفس السكيل هتلاقي المنظر هنا. بص كل باي برده يعمل انترسكشن مع مين؟ مع الاكس اكسس. طبعا هو طالب منك هنا ايه بقى؟ عايز الماكسيمم والمينيمم وعايز الرينج وعايز كمان البيريود. الموضوع سهل بقى. الماكسيمم عندك هيبقى 2، الماكسيمم فاليو هيبقى 2 من التيبل او من الجراف. المينيمم فاليو هيبقى عند النيجاتيف 2، ادي المينيمم ادي الماكسيمم. الرينج من نيجاتيف 2 ل 2. البيريود فانكشن هنا كل 2 باي زي ما اتفقنا قبل كده. دي كلها الافكار بتاعت الساين. ممكن تيجي لك اي اشكال تانية ما عندناش اي مشكله، انت بتشتغل عادي جدا بالكالكوليتر. الساين يا شباب الساين مهم جدا تبقى فاهم، تعمل انترسكشن من الزيرو وتنك طالع نازل كده. اعلى حاجه هنا طبعا عند اللي هي الباي اوفر 2 لو انت بتتكلم على ساين ثيتا بس، يبقى باي اوفر 2 وبعدين هنا 3 باي اوفر 2 وتنك كمل كل باي تعمل انترسكشن سواء بوزيتيف او نيجاتيف. طب لو قلنا بقى المره دي، لو السكند بقى المره دي هناخد الفانكشن دي اف اوف ثيتا كوساين ثيتا، ده السكند. يبقى السكند كوساين ثيتا. عايزين نعمل الكوساين، اعمل نفس التيبل برده من 0 ل 2 باي. اكتب بقى كوساين 0 تبقى 0، كوساين 30 0.8، كوساين 60 هاف، كوساين 90 ب 0، تنك ماشي لحد ما توصل لكوساين 360 ب 1. مين الماكسيمم هنا؟ هتبص تلاقي ال 1 هو الماكسيمم اهو. من المينيموم هتلاقي نيجاتيف 1. الله، طب ما ده زي اللي فاتت، بس في حاجه هتختلف بقى. لما تيجي ترسم 0 1 هناك كانت 0 0 لو واخد بالك، كانت طالعه من الاوريجن، هنا 0 1 بس كده وتنك ماشي لحد ما توصل في الاخر 2 باي 1. وهنا طبعا الباي والنيجاتيف 1 عشان كده تلاقي دي المينيموم فاليو ودي الماكسيموم فاليو. يبقى الرينج بتاعي هنا برده من نيجاتيف 1 1، يبقى رينج الساين والكوساين من نيجاتيف 1 ل 1. حتى لما احنا اخذنا اللي هي التريجنومتريك فانكشنز، لما قلنا الاكس بيلونجز تو نيجاتيف 1 1، طب ما الاكس اللي هي كوساين والواي برضو بيلونجز تو نيجاتيف 1 1، ما الواي دي اللي هي الساين. نشوف بقى القصه بتاعت الكوساين. بص لو انت هترسمها رسمه على بعضها، ده المنظر اللي قدامك عامله كده زي جهاز رسم القلب، ربنا يعافي الجميع. بص يبقى دي تبدا ب 0 1 اهم حاجه، وكنا 90 كل 90 بقى تعمل ايه؟ ادي 90 زود 180 يبقى 270 وهكذا. تعمل انترسكشن مع الاكس اكسس، ونفس الكلام من الناحيه الثانيه في النيجاتيف دايركشن اوف اكس اكسس. طبعا لو قلت لك الدومين برضه نيجاتيف انفينيتي الانفينيتي، هنا الماكسيمم فاليو برضه ب 1، الماكسيمم فاليو هنا برضه ايكوالز 1. ده بيحصل امتى؟ مع كل 2 ان باي، يعني مع كل 360 والمالتيبلز. المينيمم فاليو هنا بنيجاتيف 1، ده بيحصل امتى؟ مع ثيتا برضه بلس 2 ان باي، او الباي بلس اللي هي 2 360 اللي هي 180 بلس 360 ان.
هنا كل 360 ان تعمل ايه؟ تعمل لك ماكسيمم فاليو. هنا كل 180 بلس 360 ان تعمل ايه؟ تعمل مينيمم فاليو. طبعا في الحالات دي كلها الان هنا بيلونجز تو زي. الرينج من نيجاتيف 1 ل 1 الفانكشن دي زي ما قلنا ها بيريودك برضو كل 2 باي 360. يبقى الساين والكوساين بيتقابلوا في الرينج من نيجاتيف 1 ل 1 الماكسيمم 1 المينيمم نيجاتيف 1. طيب بص بقى كده معايا، لو جيت قلت لك اتفضل اعمل لي جراف ل 3 كوساين ثيتا، تقول لي الموضوع سهل بقى، 3 كوساين ثيتا اعمل التيبل من 0 ل 2 باي. وبعد ما تعمل التيبل ارسم زي ما اتفقنا بقى، ما فيش حاجه هتتغير. هيطلع الرسمه اللي قدامك دي. انا عايزك تاخد بالك بقى من اللي هو طالبه، هو طالب منك ايه؟ هو عايز الماكسيمم وعايز المينيمم. الماكسيمم هيطلع ب 3 طبعا، المينيمم بنيجاتيف 3 حتى من غير جراف، لان دي اسمها 3 كوساين ثيتا. يبقى الماكسيمم 3 المينيمم نيجاتيف 3. يبقى الماكسيمم هنا هيبقى 3 والمينيمم 3 نيجاتيف 3. الرينج بتاعك من نيجاتيف 3 ل 3 البيريود زي ما اتفقنا كل كام؟ كل 2 باي. نفس الكلام اللي احنا قلناه مع الساين فانكشن برضه. درس جميل قوي، درس سهل. الجراف يا اولاد الخاص بالتان مش علينا، احنا ما عندناش جراف التان، انت عندك جراف الساين وعندك جراف الكوساين. طيب تعالوا بقى نشوف مسائل الام سي كيو شكلها عامل ايه. درس سهل جدا بس بيجي عليه مسائل كتير جدا في الامتحانات، خلي بالك بيلدعك كده في واحده وانت ما بتبقاش مركز. الرينج هنا للاف اوف سيتا ايكوال ساين سيتا، قلنا الرينج من نيجاتيف 1 ل 1 كلوزد انترفال، الاثنين كلوزد. نمبر 2 هنا بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك لو الاف اوف سيتا كوساين 5 سيتا مهما كانت السيتا الرينج ما يتغيرش، يفضل نيجاتيف 1 1 ادام ما ضربتش في رقم هنا. مهما كانت السيتا 5 سيتا نيجاتيف 3 اوفر 2 سيتا 5 اوفر 2 سيتا مهما كانت الانجل الرينج ما بيتغيرش، يفضل نيجاتيف 1 1. نمبر 3 في الجراف هنا بيقول لك ايه او في التشوز الرينج هنا للفانكشن دي، هو هنا ضربها في 4، هو المفروض الرينج من نيجاتيف 1 ل 1 ضربها في 4 عشان 4 ساين، يبقى من نيجاتيف 4 ل 4 طبعا من نيجاتيف 4 ل 4 كلوزد، وما زلت باكد اهم حاجه تبقى كلوزد انترفال. نمبر 4 بيقول لك الاف اوف سيتا ايكوال ساين سيتا، هنا من 0 لباي خلي بالك مش 2 باي، ركز الله يرضى عليك. يبقى الرينج ما تقولش بقى من نيجاتيف 1 ل 1 جدع، تقول من 0 ل 1 جدع، ايوه كده. يبقى الرينج هنا من 0 ل 1 لانك من 0 لباي، يبقى الرينج عندك يبقى من 0 كلوزد و 1 كلوزد. نمبر 5 الرينج هنا لدي، خلي بالك دي لما تيجي تكتبها اكتبها صح، دي 1 على 5 كوساين اكس مش كوساين اكس على 5، الدينومينيتور ده يطلع بره ده كوفيشنت بتاع كوساين. لما اطلب منك الرينج بقى يبقى المفروض هو من نيجاتيف 1 ل 1 بس هو ضرب هنا في 1 اوفر 5، يبقى من نيجاتيف 1 اوفر 5 ل 1 اوفر 5 الكلام ده عندك موجود طبعا في نمبر A. الموضوع سهل زي ما انتم شايفين بس بهدوء. عايز اجيب الرينج، لا والله ده مديك الرينج من نيجاتيف 6 ل 6، يعني هو كاتبها لك كده الاف اوف سيتا 2a ساين سيتا، الرينج من نيجاتيف 6 ل 6 يعني 2a ب 6 او بنيجاتيف 6 هي مش تفرق بالنسبه لي. يبقى الاي عندك هتبقى بكام؟ ب 3. او الاي تبقى بكام؟ بنيجاتيف 3. ما انت عندك يا اما 2a ب 6 يا اما 2a بنيجاتيف 6، يبقى الاي عندك 3 او نيجاتيف 3، يبقوا الاثنين مع بعض، يبقى a اند b توجذر لان 3 معانا والنيجاتيف 3 معانا، يبقى انا هختار نمبر دي. نمبر 7 بيقول لك المينيمم فاليو للفانكشن اتش اوف سيتا 5 كوساين سيتا. طبعا هو الرينج عندك من نيجاتيف 5 ل 5، نيجاتيف 1 و1 ازاي مسطول؟ من نيجاتيف 5 ل 5 يا ولدي ركز. هنا طبعا الماكسيمم فاليو 5 وده المينيمم فاليو، هو بيتكلم على المينيمم، يبقى المينيمم عندك هيبقى نيجاتيف 5، يبقى انت هتختار لي نمبر 7. نمبر 8 برضه طالب المينيمم فاليو، بس خلي بالك بقى هي دي مكتوبه 1 بلس ساين 3 سيتا. الرينج عندك هنا من نيجاتيف 1 ل 1، الرينج من نيجاتيف 1 يعني المينيمم فاليو هيطلع بنيجاتيف 1، زود عليه 1 بقى بتاع الفانكشن اللي هو الشيفتنج ده هيطلع بزيرو، يبقى انت هتختار لي نمبر سي. خلي بالك مساله حلوه المساله اللي قدامك دي. نمبر 9 المينيمم فاليو هنا المفروض ان الرينج هنا بقى من نيجاتيف 2 ل 2 لان دي مضروبه في 2، يبقى نيجاتيف 2 ل 2. هو عايز المينيمم، طب ما هو المينيمم نيجاتيف 2 بس ماينص لي منه 1، يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 عندك اللي هي هتبقى نمبر A.
نمبر 10 هنا بيقول لك الماكسيمم فاليو لفور ساين ثيتا رينج كام؟ اسمع تمام، من نيجاتيف 4 ل 4 ده المينيمم، الماكسيمم هنا ب 4، يبقى انا هختار طبعا نمبر ايه. لما تفهم تلاقي الدنيا ما شاء الله زي الفل. تقعد تحفظ هتعمل لنفسك مشاكل كتير قوي انت في غنى عنها. نمبر 11 يا ولاد، نمبر 11 هنا بيقول ايه؟ مديك الاف اوف اكس 3 بلس ساين اكس، قال لك بتوصل للماكسيمم فاليو، قال لك ريتشز اتس ماكسيمم فاليو ات اكس بكام؟ بتوصل للماكسيمم فاليو كل كام؟ قلنا كل باي اوفر 2. جميل، ده ملوش علاقه لا بالمينيمم والماكسيمم، انا بتكلم على الانجل نفسها. يبقى توصل للماكسيمم كل باي اوفر 2 او باي اوفر 2 وكده بلس 180، توصل للماكسيمم مره ومينيمم مره، ماكسيمم مره ومينيمم مره زي ما شرحنا في الحلقه. نمبر 12 هنا الاف اوف ثيتا 4 ساين 3 ثيتا، الماكسيمم فاليو، عايز الصم للماكسيمم والمينيمم. طب ايش الصم لاي ماكسيمم ومينيمم من غير ما تحسب؟ هي زيرو. ليه؟ لان هم اصلا ايكوفالنت، هم سيمتريك. يعني انت عندك هنا الرينج بتاعك من نيجاتيف 4 ل 4، يبقى الصم للاثنين دول نيجاتيف 4 بلس 4، يبقى الكلام ده يطلع بزيرو زي ما قلت لك، يبقى هتبقى عندك نمبر 10. نمبر 12 هنا او 13 بيقول لك الاف اوف ثيتا 2 سايد 4 ثيتا، دي بيريودك فانكشن اند اتس بيريود كل كام بقى يا باشمهندس؟ هي المفروض كل 2 باي، بس دي ساين او 2 ساين 4 ثيتا. يا ترى بقى لو انت عوضت ضربت 4 في كام تدي لك 2 باي؟ اكيد في باي اوفر 2، عشان تبقى 2 ساين دي مع دي تبقى دي 2 باي، ما هي بيريودك يا جماعه كل 2 باي، يبقى لازم الثيتا تبقى باي اوفر 2 عشان دي 4 ثيتا. يقوم لما اضرب ال 4 في باي اوفر 2 تطلع معاك طبعا 2 باي. نمبر 14 برضو الاف دي بيريودك فانكشن، قال لك اند اتس بيريود باي اوفر 2، يبقى الاف اوف اكس انهي واحده في دول؟ لسه عاملينها حال، ادام باي اوفر 2 تبقى تاخد دي عشان تطلع 2 باي، يعني تبقى ساين 4 في باي اوفر 2 هتطلع طبعا ساين، اعمل السمبليفاي يبقى 2 باي، يبقى انا هختار طبعا نمبر بي لان هي تحقق الكلام ده. نمبر 15 بيقول لك الرسمه اللي قدامك دي تريك فانكشن، يا ترى ساين ولا كوساين؟ لو طالعه من الاوريجين تبقى ساين، طب لو مش طالعه من الاوريجين تبقى كوساين. طب دي طالعه منين؟ دي طالعه من ال1، يبقى دي اصلا دي الكوساين، يبقى الساين مش معانا، يبقى دي مش معاك ولا دي مش معاك ولا دي معاك كمان. طب انهي واحده من دول؟ ادام هنا الماكسيمم 1 هو ده 1 والمينيمم نيجاتيف 1، يبقى دي كوساين ثيتا على طول مش 2 كوساين ثيتا. امتى اختار 2 كوساين ثيتا؟ لو الماكسيمم 2، لو جت هنا البوينت دي جت فوق والمينيمم نيجاتيف 2. يا رب تكون واضحه. هنا نمبر 16 مديك رسمه زي ما انت شايف وقال لك ان الاف اوف اكس ايكوالز كوساين اكس، عايز ايه بلس بي. اهم حاجه تاخد بالك من الانترسكشن هنا، اهم حاجه تاخد بالك من الانترسكشن. طبعا هو ايه بلس بي، هي دي 0 وايه ده الماكسيمم صح كده، ودي 0 وبي ده المينيمم. ايا كان شكل الماكسيمم والمينيمم، ما هو لازم الصم يا جماعه يبقى 0. هو احنا بنحل في ايه؟ يعني هتبقى دي مثلا 2 وتبقى دي نيجاتيف 2، هتبقى دي 1 تبقى دي نيجاتيف 1، تبقى دي 7 تبقى دي نيجاتيف 7، تبقى دي A تبقى دي نيجاتيف A. يبقى الصم للA والB لازم يطلعوا كام؟ لازم الA بلس الB تبقى بزيرو، حتى لو اديها لك سيمبلز زي المنظر اللي قدامك ده. نمبر 17 بيقول لك الرسمه اللي قدامك دي انهي فانكشن من دول؟ انت خارج من الاوريجن تبقى دي ساين، بس خلي بالك انتبه، انت عندك الماكسيموم هنا ب 2 والمينيمم نيجاتيف 2، يبقى الرينج بتاعك من نيجاتيف 2 ل 2، يبقى لازم تاخد 2 ساين. انت يبقى دي مش معاك ولا دي معاك، انت معاك 2 2 ساين. هل دي 2 ساين اكس؟ لا. ليه؟ لان هي لو ساين اكس بس يبقى لازم تطلع عند ال 1، ادام 2 ساين اكس يبقى ده معناه ان الانجل كمان اتضربت في كام؟ اتضربت في 2، عشان الانترسكشن هنا باي اوفر 2 بعد كده باي، وهنا طبعا عند باي اوفر 4. خلي بالك، ما هي المفروض تبقى دي باي اوفر 2، لان كل باي اوفر 2 بتعمل ايه؟ بتعمل هنا ماكسيموم. يبقى المفروض لو انت حطيت دي باي تبقى 2 ساين باي اوفر 4، الباي اوفر 4 ما تعملكش الماكسيموم ابدا بتاعت ال 2. لكن دي اهو حتى لو انت كتبت 2 ساين، بص كده 2 في باي اوفر 4 اهي، لازم تطلع ب 2، هتبقى 2 ساين باي اوفر 2، اعمل السمبليفاي يبقى دي 2 ساين باي اوفر 2 ب 1 تطلع ب 2، يبقى انا صح. يبقى انت هتختار لي نمبر سي، مش هتختار نمبر ايه، خلي بالك.
طيب نمبر 18 بيقول لك هنا ال f of x equals 2 sin third x. انا عايز احسب الكوردينيت بتاعه السي دي. السؤال ده جميل جدا. طيب بالراحه كده واحده واحده، انت مطلوب منك السي دي عباره عن اكس وواي، صح ولا لا؟ طيب هنا الرينج عندك المفروض يبقى من نيجاتيف 2 ل 2، يعني البوينت دي هنا عند 2 والسي دي عند النيجاتيف 2، يعني المفروض تبقى البوينت دي تبقى حاجه ونيجاتيف 2. مين بقى حاجه ونيجاتيف 2 دي؟ هل دي حاجه ونيجاتيف 2؟ هل دي حاجه ونيجاتيف 2؟ اه. هل دي حاجه ونيجاتيف 2؟ اه. هل دي حاجه ونيجاتيف 2؟ اه. جميل. طب انا دلوقتي عندي مين؟ انا عندي الواي، يعني الواي بنيجاتيف 2. طب ما تحط الواي دي بنيجاتيف 2 وانت تجيب الاكس، يبقى نيجاتيف 2 ايكوالز 2 ساين ثيرد اكس. طب ما تودي 2 بالديفايد بقت نيجاتيف 1 ايكوالز ساين ثيرد اكس. هي ساين كام بنيجاتيف 1؟ ساين 3 باي اوفر 2 اللي هي 270. يبقى ثيرد اكس دي اللي هي 3 باي اوفر 2. طيب انا عايز اجيب الاكس، اعمل ديفايد باي 3 او اعمل تايم 3، هتبقى الاكس بتاعتك لما تضرب في 3 تبقى دي 9 باي اوفر 2. يبقى الاكس بقت 9 باي اوفر 2 والواي قلنا بكام؟ بنيجاتيف 2 اللي انا عوضت بيها. فين بقى 9 باي اوفر 2 نيجاتيف 2؟ اهي هتلاقيها نمبر دي. يبقى انت هتختار نمبر دي مش هتختار نمبر سي. ادي سؤال نمبر 19 هنا بيحكي فيه النمبر اوف تايمز انترسكشنز بتوين الواي بساين والاكس اكسس من 0 ل 2 باي، يعمل كام انترسكشن؟ خلي بالك بقى المفروض تبقى انت فاهم الرسم. هو عايز من 0 ل 2 باي، اهو كان بيعمل انترسكشن لو انت شايف كده، اهو عمل انترسكشن من 0 ل 2 باي كام؟ كان عمل انترسكشن عند 0 وكل باي بيعمل انترسكشن اهو، بس هنا عمل انترسكشن في بوينت 2 3، يبقى انا هختار طبعا نمبر سي. كده يا ابطال يبقى درس الجرافنج درس سهل جدا زي ما انتم شايفين، خلاص خلص. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هي اخر حلقه ان شاء الله في منهج التريجنومتري. تمنيات القلب لكم بالتوفيق، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.